شوف يعني بالمناسبة يعني الوضع الآن الوضع الإقليمي والوضع الدولي يعني معقد جدا، خاصة تصريحات الكيان الصهيوني بأنه سيعمل على اجتياح جنوب لبنان. وعندما يعني يتم هذا الأمر، تعرف وسائل المقاومة في العراق واللجان التنسيقية للمقاومة متفقة على مبدأ واحد، القتال كما صرحوا في أكثر مناسبة، القتال سيكون مع القوات الأمريكية ومع يعني ومع الكيان الصهيوني، لا يبقى منطقة 200 كيلو متر، حيكون منطقة الصفر. وبالتالي يعني هناك راح سيكون هناك عملية يعني حرق الأرض، يعني ستكون المقاومة فصائل المقاومة ستستخدم كل أسلحتها الموجودة لديها في عملية التصدي للولايات المتحدة بقواعد الولايات المتحدة الأمريكية الموجودة في العراق. وبالتالي تعرف جنابك المقاومة تقول أن الولايات المتحدة الأمريكية وحتى الواقع يقول أنها هي الغطاء الشرعي للكيان الصهيوني، بالتالي ستكون هي المستهدفة طالما هي تمد الكيان الصهيوني بالسلاح وبالمال. إذا هناك عملية خلط الأوراق، ستكون توحيد ساحات المقاومة. حتى تعرف جنابك الكريم، فصائل المقاومة في العراق اتخذت مع فصائل المقاومة في اليمن اتفاق مبدأ على ضرب يعني المطارات الكيان الصهيوني، وبالتالي هناك رؤية مشتركة بين فصائل المقاومة في العراق وفي اليمن خاصة مع الحوثيين في الاتفاق على الضرب، يعني داخل وضرب مقرات إسرائيل. الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تبعد هذا الخطر، طيب. لا تريد أن تقال المقاومة بهذه القوة بهذه الحدة، بالتالي تدعم على تحجيمها وعلى تقزيمها بشتى الطرق، يعني حتى وصلت إلى عملية تسجيل الحج الشعبي واعتبرته طرف من الأطراف المستفزة للولايات المتحدة الأمريكية، وتريد اليوم تقزيم يعني الحج الشعبي، وبالتالي سيأخذ دوره في مسك الحدود التي هي بالتالي ستكون مسؤولية العراقيين في الحفاظ على أمن وسلام بلادنا. نعم.